وحوش معدنية ذات تكنولوجيا خيالية. إنها دبابات الجيل الرابع التي بدأت بالظهور منذ العقد الثاني من الألفية الثانية، تتميز بخصائص تكنولوجية هائلة. تم تقليل عدد الطاقم إلى 3 أفراد فقط، يكون عادة داخل كبسولة معدنية لحماية أكبر، ويتم إدارة برج الدبابة بشكل أوتوماتيكي عن بعد، تحتوي على نظام دفاعي نشط لتدمير الصواريخ المطلقة باتجاهها. تم تعزيزها بواسطة الذكاء الاصطناعي القادر على تحليل التهديدات ومساعدة الطاقم في عملية الاستهداف والهروب من أصعب المواقف. تمتلك مدافع ذات عيار أكبر من الجيل الحالي، مع منظومات الرصد والاتصالات المتطورة قد يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار، ومن أمثلتها الروسية أرماتا والأمريكية أبرامس إكس.